بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، حلقة جديدة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. موضوع هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام هو الجنون وضعف العقل. ضيفي الكريم سماحة الشيخ أحمد دريس الحسائي، حياكم الله شيخنا. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله سماحة الشيخ، حياكم الله مرة أخرى، الله يبارك فيكم. شيخنا، ما هي أسباب الجنون بحسب روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام؟ نعم، نحن عندما نأتي إلى أسباب مرض الجنون فهو ينقسم إلى قسمين، وإن كان يعني قبل لا ندخل في قضية أصل الجنون نقول حتى أهل البيت عليهم السلام قالوا أن الغضب كذلك هو ضرب من الجنون، ولهذا ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. نعم. يعني هو ضرب من الجنون، إذا ندم على حينما يغضب الإنسان ويبرد الإنسان، هنا إذا يندم الإنسان خب هذا إنسان صحيح العقل لكن جاء لحالة من الحدة والغضب، لكن إذا بقت الحدة والغضب وهو ما ندم على هذا العمل تبين هذا جنونه مستحكم. نعم. فإذا نحن نحذر المشاهد الكريم من شدة الغضب، ممكن الغضب يسبب للإنسان كذلك الجنون الدائمي. نعم. فإذا نحذر المشاهد الكريم من هذا المعنى. لكن أسباب مرض الجنون ينقسم قسمين، أسباب الجنون الولادي يعني حينما يولد هذا الطفل وإذا هو شوفه شنو هو مجنون. نعم. هناك أسباب توجد أهل البيت نبهوا عليها حتى الإنسان لا يبتلي بهكذا أولاد اللي حين ما يولد الولد وهذا إذا تراه هو مجنون. نعم. هناك أسباب الجنون العارضي، يعني شوفوا ما بعلة أي مشكلة ماكو، لكنما حينما تأتي إلى مدة من الزمن يمر على هذا الطفل شوفوا يوصل عمره 10 أو 20 أو 30 وإذا اشتراه يبتلي بقضية الجنون. أما الجنون الولادي الذي هو من حين الولادة شوف الطفل هو مجنون، شنو السبب اللي الأطفال إذا ينولدون بعضهم مجانين؟ السبب ما هو؟ يقول أنه أولا حينما نأتي هو إلى زمان قضية انعقاد النطفة، يعني ترجع القضية إلى أين؟ إلى زمن انعقاد النطفة وقضية زمان جماع الوالدين، قضية المقاربة الزوجية أكو وقعة ثر الساعات اللي أهل البيت نهوا أن الإنسان يواقع لأجل إنجاب الطفل ومنهي عنها، ولهذا عندما نأتي إلى أول الشهر في أول ليلة من الشهر أو ليلة النصف أو آخر الليلة منه هذه الأيام منهي عنها بحسب المكروه، يعني ما هو قضية حرام المسألة، لكن ممكن أن الإنسان يبتلي بولد مجنون حينما يقارب أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر. ولهذا إحنا عندما نجي إلى أسباب الجنون خلنا نجي إلى الروايات حتى نتحدث عليهن بصورة واضحة. مثلاً لذا فقد كان فيما أوصى به رسول الله أمير المؤمنين سلام الله عليه قال يا علي لا تجامع أهلك في أول ليلة من الهلال، أول ليلة من شهر كل شهر، ما هو خاص بشهر خاص، لا بكل شهر، ولا في ليلة النصف ولا في آخر ليلة من الشهر، فإنه يتخوف على الولد من يفعل ذلك الخبل، يعني حالة من الخبل أو حالة من الجنون يقع على المولود الذي يتولد في هذه الحالة. الآن هنا أمير المؤمنين سلام الله عليه سأل رسول الله قال يا رسول الله ولم ذاك يا رسول الله، ليش يعني أول الليل أول شهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر، شنو السبب اللي ممكن الطفل يقع فيه خبل؟
فقال رسول الله إن الجن يكثرون غشيان نساءهم في أول الشهر. نعم. يعني كما تعرفون القرآن الكريم يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني كما أن الله خلق الإنس كذلك خلق الجن. كما أن للإنس هناك من التقارب الجنسي كذلك يوجد تقارب جنسي حتى عند الجن. هذا ماكو فرق في القضية. لهذا هنا يقول إن الجن يكثرون غشيان نسائهم في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره. ولهذا في رواية أخرى قال أكره لأمتي أن يخشى الرجل أهله في النصف من الشهر أو في غيره في غرة الهلال. وبعد فإن مردة الجن والشياطين تخشى بني آدم فيجيئون ويخبلون أما رأيت المصاب يصرع في النصف من الشهر وعند غرة الهلال. يقول شايف أن هذا اللي مبتلي في قضية الصرع يزداد صرعا في نصف من الشهر أو في أول الشهر أو في آخر الشهر يزداد. ولهذا هذا من عمله الجن، يعني الخبل يجي لك من جانب ماذا؟ جانب الجن، حيث أنك لم تراعي أوقات المقاربة الجنسية وأنك تبتلي بأولاد ممكن أنه يكون مجنونا. وليس المراد حتمية ذلك، يعني حتما احنا نقول اول الليل او وسط الليل اول الشهر او وسط الشهر او اخر الشهر اذا الانسان اجى تقارب وراد ان ينجب اولاد نقول حتما 100% هو يبتلي بالقضيه؟ نقول لا، القضيه مو. يقول وشك او شك ان يكون مجنونا. الروايه في روايه اخرى يقول او شك ان يكون ممكن الارضيه تتهيأ لجنون هذا الطفيل. ويبدو أن الجماع في تلك الأوقات لا يؤدي إلى جنون الولد فحسب، حتى يؤدي إلى جنون الزوجة في بعض الأحيان. لهذا قال له يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره، فإن الجنون والخبل يسرع إليها وإلى ولدها. يعني هم ممكن هي تنجن، أو ممكن هم طفلها ينجن وهو ينولد وإذا شفى أنه ولادته تراه أنه مجنون. بعد والذي يظهر من الروايات أن العامل في الجنون الولد أو المرأة هو الجن أو الشيطان. فإذا دائما بسم الله لا تنسى تعوذ آية الكرسي، لا تنسى الحمد، لا تنسى هالتعويذات حتى يبتعدون عنكم هذه الأمور. وهناك عوامل أخرى خفية، منها مجامعة المرأة بشهوة امرأة رجل آخر. يعني أنت تجي إلى القضية تشوف أن هذا الرجل يقارب زوجته لكن في فكره أنه يتصور امرأة الآخرين، وهذا أهل البيت عليهم السلام حذروا عن هذه المسألة. قال يا علي لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك. أن هذا يجي يجامع العيال لكن هو في فكر عيال آخر. ولهذا فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون مخنثا مؤنثا مخبلة. هذا اللي الرواية بصورة صريحة قاعدة تأكد، دير بالكم أيها المشاهدين الكرام على هذه الأمور، وجدا أمور دقيقة وحساسة. وممكن تبتلي بولد مخبل وتقول أنها شلون اللي الله انطانيها، الله ما ينطي الناقص، إنما الأسباب إذا تهيأت. شنو الأسباب الشر تهيأت؟ السبب يعمل مفعوله. وشنو الأسباب الخير تهيأت؟ السبب هم كذلك يأخذ مجراه. فإذا هذا ليس من الله، إنك لم تراعي مثلا الله جعل في السم أنه قاتل، إن جاء إنسان وأكل أو شرب من السم أنه يقتل. يقول الله قتلني، لا، إنما إنك اتخذت هذا الطريق. ولهذا ممكن الإنسان إذا ابتلى بولد مخبل أو مجنون السبب شنو؟ السبب عدم المراعاة لهذه الأمور، حيث أن الإنسان يبتلي بهكذا أولاد أنهم يخرجون مخبلين كما ورد في الروايات. منها الجماع بعد الجماع مباشرة، من الجملة الأمور التي تسبب قضية أن الولد يخرج مجنونا قضية أن الرجل يجامع رأسا بعد ما أنه جامع مرة الأولى قبل لا يروح يغتسل، يعاود المقاربة الجنسية مرة ثانية، وهذا يبتلي بماذا؟ ممكن يبتلي بولد مخبل أو مجنون. ولهذا ورد في الرواية في كتاب الرسالة الذهبية الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل
يورث للولد الجنون. فإذا إذا قضى الله بينك وبين عيالك ولد ممكن هذا يسبب له شنو هو الجنون. أما حينما نأتي إلى قضية الأسباب الجنون غير الولادي، يعني شنو الأسباب الجنون غير الولادي؟ يعني أن هذا الطفل سليم صحيح كل إلا ما بي يوصل 20-30 أو أقل، وإذا شفه يعرض عليه قضية الجنون. السبب شنو هو؟ هناك أسباب. أولا من الأسباب كما ورد في الرواية ترك التجارة. ترك التجارة يعني الإنسان إشارة إلى ترك التجارة والعمل للرجل، يقوم يترك لا يعمل، يقول لك أنا عندي فلوس الحمد لله الله رازقني بخير، علما رايح أطلع برا للعمل. بينما العمل يسلي الإنسان، حينما الإنسان يكون بطال عطال، ولهذا أقرب إلى المفسدة، أقرب إلى الشيطان. ولهذا الله تبارك وتعالى يحب أن الإنسان دائما في فعالية ولو عند أموال يشغل نفسه في عمل. لهذا ترى في هذه الرواية قال ترك التجارة مذهبة للعقل، اسعوا على عيالك وإياك أن يكونوا هم السعاة عليك. بعض الرجال هو قاعد مخلي ريل على ريل بالبيت وياهو يعمل له عياله، تروح بالدوام على الدوام وتجيب له من الأموال وتجيب له من الطعام. ولهذا أهل البيت يقول وإياك أن يكونوا هم السعاة عليك، يعني عيالك يسعون عليك بدل أنت تسعي عليهم، وهذا ممكن الإنسان ينجر إلى قضية الجنون. بعد ومنها الإنسان ينام وحده في البيت، ينام النوم وحد الإنسان ينام وحده في البيت ممكن ينجر إلى الجنون. ولهذا فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة يتخوف منهن الجنون، قال التغوط بين القبور، يروح إلى المقبرة يتغوط أجلكم الله بين القبور، وهذا يجر الإنسان إلى ممكن يقع في قضية الجنون. والمشي في خف واحد، هاي أسباب، يعني يمشي بنعال واحد خف واحد، دير بالك هذا عمل منهي عن في أهل الروايات أهل البيت أن الإنسان بحذاء واحد يمشي، هذا ما عرف الفلسفة شنو، هذا تحتاج إلى اختبارات أن لماذا إذا الإنسان لبس خفا ومشى بخف واحد ممكن يبتلي بالجنون. ممكن يكون ابتلاء بالجنون. وبعد والمشي في خف واحد والرجل ينام وحده، ينام وحده بالبيت لأن تتراكم عليها الأفكار، ممكن الإنسان ما يتحمل الوحدة ويبتلي في قضية الجنون. ولذا في رواية أجرأ ما يكون الشيطان على الإنسان إذا كان وحده، ولذا يقول يد الله مع الجماعة. ما دام الإنسان يكون مع الجماعة لا يبتلي بهذه الأمور. ومنها المشي في حذاء واحد كما أشرنا إليه في الرواية، ومنها التخلي بين القبور كما أشرنا إليه، من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائم أو شرب في حذاء واحد، يعني يلبس حذاء ويشرب ماء حذاء وحذاء واحد، بعد شرب في حذاء واحد أو شرب قائما أو خلى في بيت وحده أو بات على غمر، غمر يعني إيديه ما يغسلهن من الطعام. نعم. ممكن الجراثيم تلتمس، العامل الجنون يكون من الميكروبات والجراثيم. فإذا فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله. وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات، ألا ليأخذ كل رجل منكم بيد صاحبه، رسول الله مر على مكان مخيف قال كل واحد خلي يأخذ بيد صاحبه، وإذا أحد ما أخذ بيد صاحبه يعني يد الله مع الجماعة، وإذا ابتلى بالصرع. لهذا رسول الله أخذ بإبهامه فغمزها ثم قال بسم الله أخرج حيث أنا رسول الله، ثم قام الرجل. ما شاء الله. يعني الله دفع عنه ببركة رسول الله. ولا الإنسان إذا ما يكون مع صديقه في مكان مخيف ممكن يكون عليه نوع من ضرب من الجنون. أحسنتم سماحة الشيخ، بارك الله بكم. نطلع فاصل إن شاء الله. نعم إن شاء الله. ونكمل إن شاء الله حديثكم أحباء المشاهدين، فاصل ونواصل إن شاء الله. حياكم الله أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، نتواصل معكم وبرنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. وموضوع هذه الحلقة
أيها الأحبة الكرام، هو جنون وضعف العقل. حياكم الله سماحة الشيخ مرة أخرى. الله يبارك فيكم إن شاء الله، موفقين مؤيدين إن شاء الله. إلهي آمين. إلهي الله يحفظ. تفضلوا شيخنا، أكملوا في إدامة الأسباب التي ممكن الإنسان يصير في حالة من الجنون. أشرنا منها هذه الأمور التي تسبب الجنون عند الإنسان: عدم غسل اليد بعد الطعام والمبيت على ذلك. المشاهد خلي أكد على أطفاله على هالقضية، بأن الطفل يأكل الطعام ويروح إلى فراشه وينام وتوجد أوساخ الطعام على يده، ممكن هذه الأوساخ تسبب الأمراض. نعم. إلى الطفل وهو يبتلي بالجنون أو الخبل، نستجيره بالله. منها البول قائما، يعني الإنسان دلت عليه الأخبار أن البول قائما، علم أطفالك أن دائما يجلسون ويتبولون ولا يقفون حين التبول، وإن كان شرعا ليس فيه إشكال، يعني من حيث ليس حرام، لكن أهل البيت نهوا عنه لأنه مكروه أن الرجل يقف، وله آثار سيئة على جسم الإنسان، وكما أنه ممكن ينصاب الإنسان بماذا؟ بالجنون. في بعض الروايات تقول البول قائما في الماء الراكد، يعني يوقف مكان ماء راكد موجود وإنسان يبول بذاك المكان أجلكم الله، فهذا ممكن يبتلي إلى الخبل من ناحية سكان الماء، لأن للماء سكان كما ورد. قال: لا يبولن أحدكم في سطح في الهواء، بعد: ولا يبولن في ماء جاري، وبعد: فإن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، فإن للماء أهلا، فإن للماء أهلا، وإذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله ولا يستقبل ببوله الريح. هذه كله الأمور إذا طبقت الإنسان لا يبتلي بقضية الجنون. ومنها نكاح الرجل منكوحة أبيه، وهذا عمل محرم، يعني هذا الأب متزوج مع هذه المرأة والأب يطلقها، أو الأب مثلا يموت ويجي ابن الأب ويتزوج مع منكوحة أبيه، هذا ممكن أن يصاب بماذا؟ بالخبل والجنون، وهو من الأمور المحرمة عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. كما اشتكى رجل عند لأبي الحسن موسى عليه السلام إن ابنه جعفر بن علي وقع على أم ولد، يعني منكوحة أبيه، فأمرني أن أخرجه من الميراث. قال: خرج من الميراث. قال: فقال لي: أخرجه من الميراث وإن كنت صادقا فسيصيبه خبل. الله، إذا أنت صادق كما تقول، يعني من علائم صدقك أن هذا اللي يواقع منكوحة أبيه هذا يصاب بالخبل والجنون، نستجير بالله. فإذا نحن نؤكد على هذه الأمور والابتعاد عنها. منها هذه الأمور: ترك أخذ الأظافر والشارب كل جمعة، فقد ورد: خذ من شاربك وأظفارك كل جمعة. ولهذا في معرض الابتلاء بالجنون من لم أكو هناك روايات شنو رابطة الأظافر بقضية الجنون، ممكن قضية ترجع مع الجراثيم والميكروبات اللي ممكن تسبب العارضة، عارضة الخبل على الإنسان. فإذا هذه الأمور التي لابد أن نجتنبها حتى لا نقع بقضية الخبل. بارك الله بكم، أحسنتم سماع الشيخ. طبعا عرفنا جميع أسباب الجنون ووضحنا للسادة المشاهدين أنه يتجنبون الأشياء اللي قلتها حضرتك، طبعا حسب روايات أهل البيت. نعم. عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. نأتي إلى السؤال الثاني سماع الشيخ. نعم. وهو قضية علاج الجنون، كيف نعالج المجنون بحسب روايات أهل البيت؟ بحسب روايات أهل البيت. نعم. السلام الله عليهم. أولا الملح، الآن أنا بالنص أن في بعض الروايات التي تشير إلى قضية العلاج ما يرتبط في روايات أهل البيت عليهم السلام. الآن تجي إلى قضية العلاج، قضية الملح. الملح جدا مهم، ولهذا قال يا علي، رسول الله يخاطب أمير المؤمنين: يا علي افتتح بالملح. نعم. واختم به، فإن من افتتح بالملح وختم به عوفي من 72 نوعا من أنواع البلاء، منها الجنون والجذام والبرص. إذا ممكن عندك طفل حالة خبل عنده أو حالة من الجنون، علمه، ولو أنه يصعب على الإنسان التعليم لهكذا أطفال، لكن علمه أن يبدأ بالملح في طعامه ويختم بالملح، هذا يدفع عن الإنسان حالة من الخبل والجنون.
ولهذا احنا عندما نقول الملح مو هذا الملح اللي موجود في الاسواق، الملح يكون ملح الجريش، يعني ملح البحر، هذا الطبيعي. شاف بعض حبات كبار صغار عنده تجيبه، بعض العطاطره يجيبون هذا الملح الطبيعي وهو نافع للبدن. فاذا الملح هو كذلك نافع، منها البسمله والحوقله، دائما ان هذه الامور تدفع، وهذا طويل وعريض في قضيه البسمله. ورد التأكيد، قال من بسمل وحوقل كل يوم عشرا، يقول يومية بسم الله الرحمن الرحيم 10 مرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله 10 مرات، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ودفع الله عنه 70 بابا من البلاء، منها الجنون. الله يدفع عنه قضية الجنون. من جملة الأمور اللي تدفع الجنون عن الإنسان، أو هي من المؤمنات ممكن أن نقول، هي قضية قسل الرأس بالخطمي. أكو عشب خطمي يعرفون العطاطرة يجيبونه ويغسلون الرأس، ولهذا عن أبي عبد الله عليه السلام قال غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص والجنون. هذه من مؤمنات، وكذلك ممكن أن تكون علاج. الصدقة، وما أدراك ما الصدقة؟ الصدقة الصدقة، نؤكد. ولهذا روى الكليني بسند معتبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله لا إله إلا هو ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة والحرق والغرق والهدم والجنون. ما شاء الله. الصدقة، الصدقة كما عبرنا، إذا يصير طعام، طعام من الضروريات مثل التمن مثل الخبز، هذا يوضع مقابل هذا المجنون، إذا يعني قابل هذا الأمر، يخلونه مقابل المجنون ويدخلون عليه الفقير، إذا هو عنده نوع من الدرك والشعور يشيل هذا الطعام وهو بيده ينطيه للفقير، ويطلب من الفقير إذا هو عنده هاي القابلية، وإذا ما عنده القابلية الأب أو الأم تطلب من الفقير وهو حاضر عند المجنون، يطلبون من عنده ندعي لهذا المريض حتى الله يدفع عنه. نعم. ولهذا هذا يدفع عن الإنسان بهذه الكيفية، يدفع عن الإنسان حالة من الجنون. بعد من جملة الأمور التي تدفع الجنون قضية قضاء حاجة المؤمن. يعني أنت تشوف أن في قضاء حاجة المؤمن، اللي الله ببركة أن تقضي حاجة المؤمن الله يدفع عن ابنك أو عنك الجنون. ولهذا روى الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أدخل على مؤمن سرورا فقد أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقضاء حاجة المؤمن يدفع الجنون والجذام والبرص. ما شاء الله. يعني ممكن واحد عنده مجنون في البيت خليس عمده يقول أنا أقضي حاجة المؤمنين حتى ببركة قضائي لحوائج المؤمنين الله هم يقضي حاجتي في قضية أن يرفع عن ابني الجنون، فيجرب القضية، يحاول مرة مرتين ثلاث، يحاول في قضاء المؤمنين بنية أن الله يقضي حاجته من حيث أنه يعافي ويشافي ولده أو بنته من قضية الجنون. نعم. بعد أخذ الشارب والأظافر، هذا ما كثير ما سمعنا هذا المعنى، أخذ الشارب والأظافر من جمعة إلى جمعة، الحناء والطلاء جدا مهم. يعني شلون روى الكليني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنه قال من دخل الحمام فأطلى، يعني أول يخلون على بدنه شنو هو النور بصورة كاملة من قرنه إلى قدمه، نورة كاملة سموه على حوايبه ووجهه، لكن على مكان اللي موجود شعر، ثم من بعدها ثم أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه، من قرن الحنة، هذا بعد الحنة على رأسه وعلى وجهه كامل كامل من قرنه إلى رأسه، كان أمانا له من الجنون والجذام والبراص والآكلة إلى مثله من النورة. فإذا نقول نؤكد على قضية الحناء بعد الإطلاء بالنورة. هناك أذكار تدفع الجنون، هناك قضية الحجامة موجودة كما وردت عن أهل البيت، الحجامة في الرأس شفاء من 7 من الجنون والجذام، شفاء. الآن احنا أنا أكد على المسألة، ماكو مجال أكد على المسألة، الجنون نوعان، أكو مجنون بس يضحك، شوف أن هذا كثير الضحك، هذا جنونه من شدة الحرارة. نعم. ممكن الحجامة تفيد وياه.
وهذا يصعب على علاجه. وأكو مجنون لا كئيب حزين ما عنده خلق أحد يشوفه أنه غائر في نفسه، هذا ممكن إلى صورة حال من العلاج. لكن أنا ما ذكرت شيء وهو جدا مهم، قضية بخور السيدة مريم. هذا أنا أكد على القضية باعتبار مجال ماكو. بخور السيدة مريم وهو دواء عن أبي جعفر أنه وصف بخور مريم لأم ولد له، وذكر أنه نافع لكل شيء من قبل الأرواح من المس والخبر والجنون والمصروع والمأخوذ وغير ذلك، نافع مجرب بإذن الله تبارك وتعالى. بخور السيدة مريم وهو له تركيب خاص، وأن أجزاء هذا البخور ليس بالسهولة تتهيأ، من بلد من دولة إلى دولة يحتاج إلى خبير أن يجمع هذه الأجزاء التي توجد في هذا العلاج وهذا الدواء المركب. ولهذا اللي يحب إحنا نقدر نهيئ هذا البخور للمشاهد الكريم، وهو نافع جدا، كما أن أستاذنا سماحة آية الله شيخ عباس تبريزيان دائما يعالج كثير من المرضى الذي جاءهم من الصرع، جاءهم من الأمراض النفسية والعصبية التي من قبل الشيطان أو من قبل الجن، يعالجون بماذا؟ بخور السيدة مريم، وهو معروف. لكن هذا ليس بالسهولة تتهيأ قضية التركيبة. وهناك كثير من الأمور مثل السنة هم موجودة في قضية اللبلاب الكرافس، أنه نافع للإنسان المجنون. أحسنتم سماع الشيخ، بارك الله بكم. ايضا من ضمن الجنون ضعف العقل سماحة الشيخ. نعم، يعني ما هو ضعف العقل او ما هو العلاج لضعف العقل؟ هسه بالنسبه الى ضعف العقل، انه ليس مجنونا، لكن هناك نوع فيه من الخبل الخفيف. نعم، يعني انه نوع عقله شويه ضعيف، لكن مو مجنون المطبق بصوره كامله نقول. اما الجنون الان حينما ناتي الى قضيه ضعف العقل، الملح كذلك نافع، البسملة والحوقلة، الغسل الرأس بالخطمي، مثل الأمور اللي قلناها في قضية الجنون، الصدقة، قضاء حاجة المؤمن، أخذ الشارب، الحناء والطلاء، أذكار لدفع الجنون، الحجامة، أذكار تدفع الجنون، عمل خاص للعروس ينفي عنها الجنون. نعم، هذا النوع من الضعف الذي أشرنا إليه. هسه هاي الأمور بالنسبة إلى المرت علينا قضايا مات المجنون. أما في قضية ضعف العقل، الخل يشد العقل، بعد الفزع، الفرخ أو بقلة الزهراء أو البربين أو الخرفة يعبرون عليه، هذا البربين معروف عند العرب، هذا هم كذلك يشدوا العقل، السلق أو السلج هذا اللي هم يشدوا العقل، الدبا اليقطين جدا نافع للذي عنده مشكلة في عقله. نعم، هذا اللي عقله ما يتوسع ما يكبر مثلا، ما عنده حالة تفاعل مع عمره مع سنه، هذا نافع. الطيب، الطيب جدا مهم، الحجامة، السواك، السداب، اللبان، هذا العلج المر المعروف أو لبان الذكر أبيض، وبعد الكرافس، هليلج وسكر، اللحم جدا نافع للذي عنده مشكلة في وضعف في بماذا؟ وضعف في عقله. بارك الله بكم. أيضا نأتي سماحة الشيخ ولو باختصار بارك الله بكم، علاج ضعف الدماغ. أحسن، ضعف نعم. الدماغ، ضعف الدماغ غير ضعف العقل. نعم، باعتبار الدماغ هو وسيلة العقل وآلته يتبادل عنها المعلومات. قد يطرأ عليه النقص والقصور في الفعالية فيؤدي إلى نقص العقل أو اختلاله، والمعروف أنه الخلايا لا تتبدل ولا يرمم، ولكن في رواية أهل البيت يقول بلى يوجد حتى الدماغ هم، شوف الدماغ ما يتوسع ما يكبر، شوف نوع من الخبل وهكذا يكبر وهو صغير الدماغ. ولهذا الباقلاء جدا نافعة، بعد الدباء اليقطين، عليكم باليقطين لهؤلاء، السداب، الدهن إما تقطيرا في الخياشيم، دهن السمسم، دهن السمسم وكذلك دهن البنفسج ليلي يقطر بخشمه، دائما هذا نافع للدماغ. بعد تدهينا الأترج، أكو دواء مركب نافع مثلا لوجع الرأس ونقصان الدماغ. وهذا ما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أحسنتم سماحة الشيخ، بارك الله بكم، طيب الله أنفاسكم.
سماحة الشيخ أحمد دريس إحسان. الله يحفظك وأيدك إن شاء الله بخدمتكم. نعم أحبائي المشاهدين، للتذكير إن شاء الله لأي أسئلة واستفسارات إن شاء الله حول البرنامج بالإمكان زيارة الصفحة الموجودة على الفيسبوك باسم الرادود الإعلامي حسين الأميري. ختاما تقبل تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت يا شيخ.